سل ثلاثة إذاعة الكل. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم. في داخل الاستديو ساعة 8:45 إليكم نشرة الأخبار. حنا اليوم فجر يوم الأربعاء يوم 6/10/2021. نبدأ لكم النشرة بالعناوين المهمة. في عناويننا الأخبار: المدرسين العلميين اختاروا تاريخ أنا 5 أكتوبر النهار الدولي أنا المدرسين فوق يحذروا الحكومة خليته المشاكلهم المادية والإدارية أن تمد أنا أسبوع واحد ابتداء من يوم 5 أكتوبر 2021. رئيس القديم عن البرلمان الوطني هارون كابادي كان اختاروا بتان في رأسنا المجلس الوطني عن الانتقالية CNT. المدرس ليوبول تامي يقول المواطنين التشاديين خلي ما يخطوا أشمهم عشان يرجوا شيء مثل التغيير من CNT لأن نفس النظام ونفس الأسلوب. مستمعين ومستمعات الكرام ده العناوين المهم اللي أخبرنا عنها اليوم وإليكم التفاصيل من إعداد وتقديم بن مرازي يحيى أبا كدوم. صباح الخير. في تفاصيل حنا النشرة أمس يوم 5 أكتوبر ده النحر الدولي حنا المدرسين دورة 28 الخطوط اتشيار تكريم للمدرسات والمدرسين اللي كان يختفوا تجمع عن النقابات الأقسام عن التربية الوطنية كان اختاروا الصالة عن الوزارة عن العلاقات الخارجية والتكامل الإفريقي عشان يسووا فوق الاحتفالات لما بالكترة ويحتفلوا. في البداية الحفلة كان بدأت بالنشيط عن المدرسين اللي بيقولوا فوق الأنسيان أتو دوني أي المدرس أنت كل المعلومات. المدرسين كان قدموا كثير من التوصيات فيما يخص تحسين شروط حنا الأمل وتحسين شروط حنا الحياة. المدرسين العلميين هم من جانبهم اختاروا تاريخنا أمس عشان يمتوا فوق إنذار ابتداء من يوم 5 أكتوبر 2021 للحكومة خليت تكفيهم تأخيراتنا مرتباتهم الشهرية. الجزء منهم قاعدين بيطالبوا بخمسة شهور والآخرين كمان 9 شهور. كان فات المواعيد عن الأسبوع واحد اللي كان انتولي الحكومة ممكن بيستعملوا أي طريقة آخر شرعية وتنسمي أصواتهم. الكلام ده كان قالوا وقت النكتة الصحفية اللي كان صوف في الصالة 27 نوفمبر هنا راديو اف ام ليبرتي. حكومة حنا تشات مع الشركاء الاجتماعيون كان مضوا في الوفاق أنا 3 سنة ده يوم اللندي بعد الظهر. الوفاق كان بقت بحضور حنا الرئيس حنا الوزراء حنا الحكومة حنا الانتقالية باهيمي باداكي البر وعدد من الأداء حنا الحكومة. في خلال الوفاق كان مضوا فوقه 3 سنة ما في إضراب وفي خلال 3 سنة الحكومة تكفي كل التأخيرات والألاوات اللي كان قطعتا عن الموظفين. الرئيس القديم أي المارك عن البرلمان الوطني هارون كابادي كان اختاره بتان كله في رأس عن المجلس الوطني عن الانتقالية CNT. ده وقت ما هو والرئيس الوزراء القديم دكتور نور الدين دلوا كسير كوماكوي وكسير من جانبه اختار ايضا لكبادي وخلى المنصب ده لكبادي. اذا اف ام ليبرتي سالت المدرس ليوبول تامي ومن جانبه يقول خلي التشاديين ما يرجو اي شيء من البرلمان المؤقت الالي راسا كبادي لان الناس دول نفس الناس ونفس السيستم ما بيجيبوا أي تغيير للمواطن التشادي. البيئة الوطنية عن حقوق الإنسان متأسفة بالشدة نظرا للمطاردة الكان سوات البوليس للمظاهرين عن وقت تم التجمع عن المعارضة والمجتمع المدني يوم 2 أكتوبر الفات في نجمينة. CNDH تقول من المفروض المسيرة دي تكون مسيرة سلمية وحنا سلامة
لكن القواتنا الأمن تدخلوا عشان يشتتوا المظاهرات وحصلت مطاردة لحد ما حصل الكسر وناس انجره. CNDH تقول من جانبها تطلب من كل الأطراف الاثنين خلي من هنا قدام ما يحصل العملية المخالفة للنظام القضائي والنظام الديمقراطي عشان ما بنتي صورة سمحة للانتقالية حاليا قاعدة تيشا تشات. سليب الأحمر هنا تشات ما سليب الأحمر هنا لوكسمبور كان نظموا ورشة هنا تدريب ده في كيفية الإدارة هنا الحنبول في حال إذا كان حصلت مشاكل ووباء كيف يحلوا المشاكل مثل الفيضانات عن الأمطار. النشاطات كان سووها في مركز سيفوت خالة أحمد سنوسي الرئيس الوطني هنا سليب الأحمر هنا كان وصف الأهداف عن التدريب يقول بيساعدهم عشان بيدربوا الناس في حال إذا كان حصلت وباء إما كارثة كبيرة ممكن يدخلوا وبطريقة هادئة عشان يحلوا الكارثة. الجمعية أنا الشباب من أجل التنمية أنا كندل بالشراكة مع الجمعية اللي بيسموها النشاط أنا الشراكة من أجل الدعم أنا التنمية أباد كان نظموا ورشة تدريب أمس فجر في صالة التابعة للمكتبة جوزيف إبراهيم مسيت أنا كندل. الشباب كان يعرفون في النظام أنا حقوق الإنسان والمواطنة نسمو في ميكروفون أنا بيت جمرو ناجيتا. الشيء اللي تلقوه في يوم تنين تقدروا تطبقوه فيه اللي هناكم في كندل الساسيون دي جين ما قصروا هم غاي سو خدمة هنا والشيء اللي عنين مدورو عنينا كإدارة نساعدهم في أي خدمة هنا هم عندهم في خمام ودي ناس الغاي سو في داخل في كندل ده غاي نشوفه بأن وكان ودي نمشي بشو سوق ده ويجي في سوبر فاكتير هناك هذا الغاي ودي لنا هلا هنا قدام والشباب ده جين ديل بس هم شنو مستقبل هنا دولة كل الشيء اللي يمده هم يستفيدوا من علم هنا وشغل الجاي يلقوا في فورماسيون انا وصي اخر ما يندي لكم شغل الجاي تلقوا من هنا تمشي تطبقوه ويعطوك اللي يقدر يفتش الدروا هنا يعرف حق هنا في دري بالي ودي ادي لا يعرف الكلام ده ان شاء الله في يومين ده بون فورماسيون وانت قلت تقدر تستفيدوا وانينا كاداره هنا كنت انا كسوبرفي نقدر نعاون. سموتو محمد ابراهيم سوبرفي هنا كندل. الطلاب الدورة الدفعة 17 عن المركز عن الكتاب الإنجيلي والقاعدين بيدربوا فوق الباستير والمسائل عن الكنائس الإيفانجيليكية في تشاد خلاص كملوا التدريب ده في الكنيسة رقم 12. الورشة التدريبية استمرت خلال سنتين في كلمات الدينية بقرار نمرة 222 عن الرئيس عن الجامعة عن أنجمينا كان ترد فوق 3 من الطلاب عن جامعة أنجمينا واحد جدانيوم إريك والثاني جيموتوم فرانكلين والثالث كمان حسن النور مانجي اتهموهم قاعدين بيسووا شخب وبرجال في جامعة أنجمينا في مطاردة مع الفرودير الدوان كان ضربوا رصاصات حية أمس في وليا في نيفيم أرندوسوما والرصاص كان سبب جراح لناسين ده أمس بعد الظهر. المجروحين كان جابوهم في المستشفى اللي بيسموه بون ساماريتين أنا وليا مثل ما سموتو في نشرتنا الفاتت. السيد موسى الباية دنيا قاعد يسكن في كارتشاه بينا اختفى من يوم الجمعة دليلة عن الحفلة عن خطبة حقه والمختفي كان زهر وزهر يوم الاثنين يوم 4 اكتوبر بالفترة المساهية انت شهادة في راديو فم ليبرتي قال ناس راكبين عربية كورولا وفيتر حقه في مي الناس دول كان خطفوه حوالي الساعة 4 وقت ما هو مارك من سوق الكبير ده في كارتيه أمبسادنا ودو على كورناري وشالوا منا 140,000 ريال حنا فرانكا سيفا. مستمعين ومستمعات الكرام خلاص بالخبر الأخير تكمل نشرة الأخبار حنا اليوم كتبوها أسرة التحرير باللغة الفرنسية نظمات ترجمة وقدمها لكم بكلمة رب الدارجي بن مرازي بمساعدة من المهندس أرسل.